يخرج به على النبي صلى الله عليه وسلم الجوث الرواية إلى الصوت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. روحنا ورسنا نسي رسول الله فلان تقام تتوزو معهم 12 شهر وتتظل ذكير يعني تخدم قيام الليل عام 12 شهر أسيس تتوزو ميه عام 12 شهر إذا نسيت زلت عام 12 شهر الناس الناس ولكن يا رسول الله ننسي سيسي فغساك وسيسي تتادو الجيرانيس تهيك الجيرسيس تتادو الجيرانيس سفود البلام غير جيرانين سيرسيس ذا شو نسينا صلى الله عليه وسلم لا خير فيها إنها في النار الناس ولاش الخير ذا كنتو ثقي ناس جهنم يتجن ثوايا ما فجبت في كاسي ربي الإسلام مثلا وذي الإفكار المجرد ركوع وسجود إجمال ذي الصل العفذة أكوي عمريسة يزوم العمريس وهذه يقوش في سيرو حالان بلك صلاة الجماعة هم مرة هذه تزوم العمريس مرة كود هذه تزوم هذه يحوج كذا وكذا عشرات المرات هذه العمرة هذه يخدم أين عشرات المرات ولكن هذه روح كذا دينها باء المنثور أخطر المعاملات في جلس للخطة سيدة ربودي عايتنا أين إلا نجرك سيدة ربودي خلط ولكن أتخدم برسي كميس في هنذي بورتويل خمسة أركان تظهر الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل سواء كيف إذا قصر الله يسلم بني الإسلام على خمس يبقى مكة إذا ثمن ذي بطوين ولكن تجي طريق خمس تخليط لا شوف الله وسادة شيء سنتعرض للبني شوف الله أعترض استلفاء ديسن لا مستلفاء ديسن ركس قرآن يطج وركس قرآن الصميد وركس ضغط داخل مدى مثر نظر شوف الله ذا شو مثر من شوف الله ذين لا يعرف ذي عباد يبطل لك ذين لا الأركان الخمسة من الإسلام ذين لا يعرف سيد ربي باش في دم كثير أفيد دم كثير ما نزال النظوم ما نزكي على الحجة دم كثير سيد ربي ذقين دي نخدم في تجارة ونديا ذوات مثلا ولي عباد هذا نخدم ذقين دي نو الحرام ويجوز هذا نخدم تارو نخدم مالا وقد اسم كثير دي اسم كثير سيد ربي يجعل في الأركان كم أفيد دم كثير يسد باش ألف عوايس ولكن دين المعاملة ذي اللي يرى ذي يرى ذوات مثل ما ذي عيفه الإسلام كل يسال باش دين باش أنا صار كعب سجيد كان واحد سن المعاملات لا أنا صوصهم أنا شحجو لا ما ديت مثل غش سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفضل الأركانية نذق للصوت غير المقصد النينس باش يسعوا الانسان اذن خدمة اللي يسعوا المعامله العاديه هذه جالس جالس للوالدين يسي جالس للجيران يسي جالس لعيبه هذا النظام مره او كل مخدمه للخير الشوط في خدمه كم اسقر انا ما تخدم هذا الاركان اللي سقر من كذين شي بلا خزر كان الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا وقبلت بها شرط بمسلايه كيما إذن يا غاكا وسقرا الكريمسي ما ذكر اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده إن سيم من يسيمن يسيمن الجلسيس أكد الفرسيس وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ويسيمن العبادة دون ثمد سيمن من مشهد سيمن أتسلم من الجلسيس أتسلم من الفرسيس هو كمين يسيمن ماذا قال لهم العبادة أدي السلوث قال السلوث ماذا نسي العبادة من بعد هذه الأفزار الذي يوصل ما يحوج كذا وكيم وذي عاية ثلا أشتك مثل شوية ذي العصر ما غيث مثل وجمال هذا الكلام أشتام ثكرة الخداع أستين الفقراء ذي المساكين نهيكي خال النغ نهيكي من النغ نهيكي الرو النغ نفنان خال النغ ذا فغلين ذي المس الواسيف أثر ذي عائلة ويجيب أثر وجد المد وذل وقت الصبي ثم حان الصار إن عم يصير ربي لا عائلة مثل خاطر والجزر ويجينا خطر شيني إيه عبد ماذا قلنا يتصال لنا يتصوم يتزكي يتحجو سير ربي هذا في دار الأركان جيم واللي دخل هذا الضر ما نسى بصروحين مو لشيء يغرد المفلس وين ذي نخدمن ولكن وذي عايثة رجال اسلم دين السي حرام يخدع يتسخور ذكر الولدين يسي دور الجيران يسي نسل الفقراء ذي المساكين الرشوة نخدع ثقافة ذي الميزان بمي الحدث مرة كل الفعيل اللي دلوك يخدم يذن كامل وذن فيها نرى ويجي يخدم كان ذي الصالي ذي الزكاة الصوم ذي الحجوة ذن فيها نرى واجي سنة البلوات
أنس ديال شد هو يجي تمزور هذه هذه ذي المفسد وجي مثلا وجي إنسان قد المفسد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دار فشو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن دقيق تصرف جاني الأمة ينوم باش هذا تصرف بيها كجنة ولكن أنا زال أن زكيان رزوم أن حدد المكثيس الأربية هذا المكثيس النبي صلى الله عليه وسلم باش نشعر الأخلاق الأركان أجيب ويجي زال المقصد السنية مثلا أما تصاليث أما الزكاة أما الصوم أما الحج وقال لي رمدين شيما وقيم إيه مثلا يعبد ألا يخدم أشيف العبادات الشعائرية أكد المعاملات وذين في عروين الزور وين الزكاة وين الزوزام وين الحج غس أمثل غرفة يكتشوزو من عام 12 شهر تتزال عام 12 شهر وكان جهنمي تيجان خطر تسيدو الجيرانيس كيف مثلا امشي من السبيل عصر الله حاشا قد يرحم سيدي ربي بين الفساد والإفلاس غير الفساد وثيسن النظام الإفلاس يفلس لا فيس وش يحل النبي صلى الله عليه وسلم في دينا إن هذا تدرون من المفلس أنا وين المفلس؟ ناس المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع إن إسلام إنس المفلس من المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصيام والحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أعطي من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار أمثل غافية أمثل غافية فتصور ضرح في جهنم وكان المفلس إنس من نبذ المفلس إنس من نبذ على خبلة دارنا دوار إنس لا مش الوديم المفلس ذي الأمين ذوين أدي الزرلا دي الزوما دي زكي ودي حجدي ولش الشاعر دي نخل ذي المرة إرنو النوافي ولكن وقي وثيث وقي خبعي وقي سكد الفلس وقي يقول الفلس يكذب وقي ينغف وقي يتشارك صار أرسوها وقي يخذ عيف وقي يتشي منيس وقي السفغي فاغنس وقي يذكر الولد ينيس وقي يتشمع في لسان الجيرانيس وقي يخدم السروث ذا السروث يقال يعيفه ولكن خطر مسكين ضعيف مسكين يجعل أذي منع وتخلي سارها ولكن هذا يسكى اليوم القيامة خطر قوي ضريفة يسمح ويرى الحقوق غريبة وينسل للدونيث إذا اندي يخرف اندي خلص الحسنات اللي فيك تظل اثنين من الزكاة الصوم الحج يسلكوا سعر يخلص سنة ولا الدوفيز الأخف اللي يخلص الحسنات وقسف كل الحسنات أسف كل الحسنات أن يخلص طيب أني مرة أثني خلص أسمى فكت أسي فكوين يلاند كفوسيس أسي لنا أسي دي ربي هذا اللي فكت أسي الحسنات أسي فكت أسي السيادة الأول أسي فكت أسي السيادة أسي فكت أسي دي ربي دي جهنم أما كانت ظلات سمع الفاقية تصوصوا مع 12 شهر تظل مع 12 شهر ولكن تسلوا الجيرانيس إذن أنت تفق تمسال تنس تقول غم خلف فصل اثنين أكد الصيام من سمرة كرات وصل كرات صوم مرة عام 12 شهر تفكت أكو إذا نعم يتسدوا ولكن ما رفخ نصيبه أكو أرى من وزدي قريب وش ما أريان سادة شي صدقين إذا رح يصار سيدة بدي جانبا إيه مثل الدين النار وإلا الشعائر الدين وحدس فصل الزكاة الصوم ذي الحج وكي ماشي الغاية ماشي ذي الغاية قول لنا ذي الغاية ثم تقول قد جعل ذي الغاية ثم غير قد جعل ذي الغاية جعل ميت الصوم ذاي ولا شي تيف فصل ولا شي تيف تخدمين وخدمين لكم الدن ذا الصح تخدمين وخدمين الدن عام 12 شهر انت ستتصوم عام 12 شهر انت ستتصوم ذي قبض الجلالة ذا قلنا لك خدمنا كام ولكن تجعل ذو من كان الدين والديرارة يعرف هذه الدين تعيشي وصرب للإسلام في كذلك ضربه باش أسخل من أم يخدم لي خيار الغاشي الجوارس وأصلحوا ذات بينكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خذي خيرة الرحم يعني افث الوالدين نول سعوا الخير الجيراني افث وين ادت في حي أين نجم أن ندخل بالخير المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم من سيم دون قسيم من عباد دون مرض الجنسيس والفوسيس مو يخدم على الخير الشعور في خدمه على المؤمن دون إن لا من الغشية أف الأموال نسل أف دم نسل أكد الأموال نسل كان إذن الشعائر الدين فصل الزكاة الصوم للحج الوسيلة بشد المكثسي لربي وما تيد المكثية هذا قرب اللي وقيدي حرام وتخدم ثلاثة وقيدي حياة يخدم ثلاثة وقيدي خدم ثكا وخدم لها وقيدي دبريدي في بعيد وقيدي دبريدي الشيطان وخلاص كان يوستغني دي تخدم ولكن ماذا قلنا عن كرام الزور كرام الزام كرام الزكاة كرام الحج مرة مقود الصورة المقصودة بشان خدمي خير وانا وخر الشعر ونقدر الربي يقين
وسنجيرا أزالي واشتاقيا كلاذي الميروح مراكو أين نخدم مراكو قوين نديري عباد ربي أنخلص الزالة الانغاث نخلص الزكاة الانغاث نخلص السيام الانغاث نحاول نخلص الحج الانغاث نخلص النوافي الإسالة نخلص أفايقنا يوغار بابيس للمفلسي ذين إنسينا يكير الفساد أكد الإفلاس التي تزاي نقر الفساد سفسدت المجتمعات سفسدت يقاد الزين أبسيد ربي ما هو أنظر الحقيقة من فرق دفكة سيد ربي سبحانه وتعالى الدين النار الرسول صلى الله عليه وسلم ودين النار وروح أدوان تصالي الزكاة الصوم الحج وقد الفرض أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهدنا إلى أن محمد رسول الله أقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع اللي سبيل ذي بطوين الإسلام إلى قانف له في الأسلام الخير أنا خدم جوجل أنا قروت مثلا باش أنا غومي بطوين لنا لكن أنا عايش الزخر أغي قرعة صغار أغي قرعة سمير أنستنفعش ولكن ماذا قلنا نخدم أنا المعاملات قال أغي الخلق شفنا نجاك لي بطوين واحد سن كراذي يروح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منظورا كان مثلا تسجين الحلام لا تسعيش السجين إذا تسعيش المجتمعات الإسلامية حشق الله يرحم سيد ربي من الخلق سبحانه وتعالى أخدم الشائر الدين واتبع لفردان الحرام مرة أكو اسم تقال المعنى إذا أثنت هي الفساد أكو الإفلاس بل أتصفق تمساك أنثم غافاليا يتصوص من عام 12 شهر يتصر من عام 12 شهر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لا خير فيها إنها في النار إن شولش الخير في سن جهنم تجيء كويجن يهين وجذا بنغيما يتمثل من كم يكام أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.